خش جيم نايل. طبعا انتوا عارفين ان غرض كل جيم كومبتيتيف في اللعبه دي ان هنخسر، وباذن الله باذن الله ربنا يكرمنا ان احنا بس نوصل احنا برونز. معانا البرو يوسف بس كملنا يعني، نحمل لعب البرو يوسف، وطبعا فهنخسر. بننزل مع فرق عدله مش عارف ازاي احتمال نكسب. سكنز جميله، والصراحه انا معجب بجسم دونفست بشكل غير دي اول حلقة، فعلى يعني اي تعليقات على الاضاءة سامحون. يعني هتنفع تظبط. استمتعوا بالسكنات. لو حابين نكمل في اللعبة دي اللي هو اوف روتش قولوا، لو مش لو عايزين نلعب فورتنايت قولوا لنا، عندنا برضو كابتن يوسف حبيبنا، لو عايزين لعبة سنجل بلاير قولوا لنا برضو، لو عايزين قولنا. نلعب فيفا برضو نلعب فيفا. هندخل دلوقتي اول جيم يا جماعة، يا رب تبقى ماب عدلة. الحمد لله الحمد لله اليس، ان شاء الله هنبهركو. خش هيلر بما ان التيم مش بيساعد في الحتة طبعا دي. الايفنت الجديد بدأ وهنهريكم ان شاء الله بجد. خش هيلر. طبعا انا كشخص في برستيج 5، لو طبعا فتحت لوت بوكس المفروض ان يتعوض لي شويه ليجندريز. بس هل جيف كابلن بحلاوته وكرامته هيديني ولا ليجندري واحده؟ اكيد لا، اكيد لازم ادفع. يا رب يبقى وشكوا حلو علينا واحنا بنفتح لوت بوكس. الاداء حلو بس احنا نعيد السؤال تاني. Thumbs up for dancing Lucy. ان شاء الله يبقى معانا عبد الرحمن النهارده للتعليق. انا ان شاء الله يا اما هفضل ساكت يا احنا اما هقعد احكي كتير. احنا جروب كامل من غالبا اربعه، الحمد لله رب العالمين. دخلت دخله غلط جدا، الحمد لله اتحفل على يومك. طبعا المكري الريبر وراه هيبهدله. المكري معاه سكن الجديد شكله كده يعني بيفهم في اللعب سنتين، بس انا طبعا يلا وحصل نوع من يعني الحاصر، احنا حاصرنا الريفر الغلبان اللي قدامنا ده. يا جماعة اللعبة دي أصلا هارد يعني ارزع 50 و مش عارف شيء. احنا لو نشينا نتحرق. الحمد لله موتنا مع اننا كنا ورا الهاموند وهو زي الفل. طبعا عشان النت الجديد بتاعنا او بتاع مصر على وجه عام، ربنا يبارك في تي اي داتا. اتفرج على انا بحب تي اي داتا والجيش المصري. تي اي داتا اتقفلت يا معلم. ايه؟ تي اي داتا اتقفلت يا معلم. بحب وي والحكومة المصرية يعني يا ابني. طبعا الواد ده اتعمل له فن وهو يعني كان نازل من السما كده. لا اطلعت اتخطف يا عيني. اتخطف كان لسه يعني. اللعبة دي ما بتخش دي تخش بس هو الناس في اللعبة دي محرومين شوية فبيتغشموا على طول. ما شاء الله شكل التيم كويس بقى نحسد. تعالى انستنت هيل. تعالى تعالى طبعا اتمنى التانكس في اللعبه دي اغبياء سنتين. لما الهيلر بيديلهم هيلينج اول حاجه بيقولوها ايه ده انا عندي هيلث باك قدامي ما اروح اخدها. الله عليك. انا نمت وجد هيلث. ده احنا بقى تشجيع كده لفرح المصريه. الحمد
لله اتقتلنا من سولجر، وما شاء الله الميكري بتاعنا عامل شغل عالي جدا. فكرني بريد ديد ريدمشن اند ديد نايت مير. طبعا منكم غير مثقفين، عمركم ما لعبتوا لعبه حاجه لو يعني حابين احنا نجيب لعبه ثانيه ولا لنا عليها في العالم. سبحان الله احنا كسبنا يعني حد جدا عملت قلت متغلط بس صح يعني الحال صعب شويه. احنا هنبدا بكام لعبه كده وانتم تقرروا ما بينهم عايزين نبداها. لو عجبوكوا الانستغرام انتوا تحت في الكومنتات. احنا احتمال نبتدي ووك ثرو جديده لشادو اوف ذا توم ريدر او جاد اوف وور، او ده سنجل بلاير في عندنا في الاونلاين، او ممكن العب كاب هيد على بي سي بس تستحملوا بقى شويه اتمتس ودفس لوز. في عندنا اوفر واتش ريمبو 6 طبعا فورتنايت. فورت نايت العالم كله بيلعبها دلوقتي، مفيش حد ما بقاش بيلعبها يعني. تعتبر من اشهر لعبه، اشهر الالعاب اللي تذكر اللي تعتبر اكتر. وانا دي جي حمو بيكا معانا كابتن نادر لعيب فاجر في الدودج بول. والدته وقعته هو كان صغير ف اتعقد بحمو بيكا. حمو يابا، حمو بيكا يابا، بحبك حمو بيكا. معلش استحمله نادر شويه بس عشان هو ايه عيان شوية. من اكبر محبي حمو بيكا في مصر. حمو بيكا عنده محبين غير مصر. شكل في لوسيو كده بيحاول يسيع علينا. سلام راين. سلام مع السلامة يا حلو. سلام لوسيو. طريق السلامة انت. الحمد لله احنا اون فاير، وان شاء الله باذن الله بلاي اوف ذا جيم. بما ان اللعبه دي بتحب الانفايرمنتال كيلز جدا. انفايرمنتال كيلز يا جماعه اللي هي كيلز لما توقع حد من حته عاليه قوي. للجهل اللي بيتفرجوا عنه بجد. سلام ريبر. ايه ده احنا ماتش. الحقوني. هيل. سلام. انا اسف يا راينهار. يوسف اخذ حته سلام حلوه. ده انا قسمته نصين من فنان راينهار. ان شاء الله ما تحصلش تاني. نادين المنام نمسكوا مشترك. قلت عايز العب بابي. ان شاء الله في الفيديو الجاي نادر مش هيكون معانا. لا مرة جاية تبقوا شايفيننا في كاميرا بقى، فانتوا تشوفوا الحوار بقى. كاميرا مين حضرتك؟ انت تجيب كاميرا منين؟ هيبقى في كاميرا مرة جاية. هيبقى فيها ان شاء الله هنجيب كاميرا وفيديو جاي يا رب يا كريم. او ان شاء الله هعمل انا سنجل بلاير لوحدي. وروحوا تابعوا ده اسلام داعش. صديقنا اسلام داعش. اسلام داعش بيعمل فيديوهات كوميدية. نسبة. مش عارف انا ليه عملت الالتيميت الصراحه، بس حسيت التيم مش عاوزها. ايوه. جت بس هي بدري سنه معلش، بس يعني ماشي عادي ان شاء الله. فاضل لي خط وابتدي في المدرسه. ان شاء الله التيم يسامحنا بما ان يعني تيم زباله اصلا يعني. عادي احنا داخلين بغرض الديفيت، انتوا متضايقين ليه؟ ان شاء الله نطير اي حد. ان شاء الله هكون خير. قطم ازاي؟ الله طبعا بنت مصر العظيم اللي بياخد 10 ثواني قبل ما يفهم ان انت اتحركت. خلاص عرفنا ان بنت مصر خلاص. طبعا اغاني السكن دي تحسه يعني بيصوت في الاول، بس يعني عادي يعني استحملها عشان السكن الصراحه عجباني يعني. جميله في تريسر. واحد وقع من تحت زلمه ده دلم البلكونه. تريسر يا عيني طارت. وناخد البوينت. ما تخافوش هتسمعوا الديفيت كتير يعني. ان شاء الله ده املنا، ده البيز بتاعنا في ده املنا في الحياه. ديفيت روت تو برونز يا رجاله. ان شاء الله لازم نشيل الزاريه دي عشان هي اوفر باورد جدا.
انها بتدي. وطبعا اقوى هيرو في اللعبة ديفا من غير السود بتاعتها، طبيعي انها تبقى قوية. نفسنا والله نطفي الاغاني بتاعة السكين دي، بس يعني ربنا يسهل. معلش لو الصوت زبالة، ما احنا ماسكين مايك سماعات معانتنا يعني، والمرة الجاية يعني هنبقى مظبطين حالنا شوية، احنا على قدنا أداء. خد الواد علق. معلش معلش لاج هو بس مرهق شوية، بيتأثر من البينج بتاع النت، ف يعني بيحس بالنت بتاعه جدا. كنت سامع. اطلع برا. ما شاء الله لوسي اللي معاهم ده، مع انه سيلفر صاب يحاول يعني يعمل اي حاجة ويطيرني، بس يعني ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. يعني كنا لسه هنكسب ده، احنا كسبانين الجيم ان شاء الله. ايه الاوفر تايم بيخلص يا ليه؟ سيبنا الجيم يا جماعة، سيبنا الجيم مع انه مش بهاجم. يلا الحمد لله معانا 5000 هيلينج ودي او ربع او طيب. كلم صاحبتك يعني بلاي اوف ذا جيم هيلو جيمر ريبر نزل ما شاء الله، ادى كله نيكي بوي، ادى كله وقتلني ما شاء الله. ربنا يحميه زي الرز، ربنا يحميه. الحمد لله طالعين 20% تيم دامج تيكن ما شاء الله علينا. وكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، وان شاء الله يعني نشوفكم في الفيديو الجاي. تنساش تعمل شير في اشتراك القناة، وانزل اعمل لايك للفيديو وكومنت. تنساش تعمل الكومنت، كومنت وقول لنا نحب تشوف ايه جديد في قناتنا. ايوه ولازم تعملوا فوت ان احنا نلعب. ثانك يو فور واتشنج. نلعب فورتنايت لو وصلنا 100,000 في اول 10 دقايق هنجيب حمو بيكا يغني لكم الفيديو الجاي. سلام.